خلينا ننتقل بعد كده لملف آخر ولجنة الطفل بالنادي الأهلي اللي نظمت بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وطبعا تحت إشراف الإدارة التنفيذية. نظموا يوم كان حلو جدا ضمن احتفاليات بقى عيد الأضحى المبارك. طبعا كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وإحنا طيبين على فكرة. صحيح إحنا مش هنبقى متواجدين الأسبوع اللي جاي إن شاء الله يا رب، بس كل يعدي عيد سعيد. يعني الواحد والله اوقات بقول ما نغير كل سنة وإحنا طيبين، نقول كل سنة وإحنا سعداء، كل سنة وإحنا مليارديرات، كل سنة وإحنا محققين اللي عايزينه مع طيبين. يعني هنبقى طيبين بس عايزين حاجات مع الطيبة. ربك يبعت، الدنيا تمشي كده أكتر عشان نعرف نعايد ونصيب. خلينا نروح نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل. النهارده بنحتفل بمناسبه عيد الاضحى وجايبين الحمد لله برنامج للاطفال لطيف. شيخ من الازهر بيعرف الولاد ايه سبب الاحتفال بالمناسبه، ومعاها شعراء رايس، وكمان بنحتفل بنطبق بقى اللي هم بيسمعوه، رسم بقى ورشه بقى فيه رسم على الورق وقص ولزق، ونتمنى ان الولاد يحتفلوا بقى ويتبسطوا معانا ان شاء الله ويعرفوا الشعائر بتاعتنا. هو احنا دايما في اللجنه عندنا بيبقى في مناسبات كده مرتبطه بالأسرة وبالمجتمع وكله، فبنهتم بيها قوي. زي شم النسيم كده ما احنا اهتمينا بيه وعملنا 3 ورش تفاعلية مع الأطفال. النهاردة برضو كان عندنا مناسبة عيد الأضحى المبارك، فعملنا خطة للثلاث فروع. فكان عندنا النهاردة أول يوم في مدينة نصر عملنا حاجة اسمها ورشة تفاعلية. الورشة التفاعلية عبارة ان احنا جايبين مدرس لغة عربية، مدرس دين، ومعانا حد معروسة ماريونات، بنعرف نوصل الولاد المعلومة بس عن طريق ان احنا بنديهم تفاعل معاهم عن طريق حاجة هم حابينها وعايزين يسمعوها. الحقيقة احنا في الثلاث فروع عاملين كل يوم حاجة مختلفة، فالنهاردة قلنا ندي الندوة مع ورشة رسم وتلوين يعني ايه هو عيد الأضحى المبارك، بحيث ان الحاجة ما احنا بنقولها بترسخ في عقل الطفل ويبدأ يطبقها بعد كده ويبدأ يبقى عارفها، واحنا كمان نكون احنا أثرنا في حاجة عند الطفل وساعدنا الأسرة ان احنا نوصل لهم معلومة هم حابين يوصلوها للطفل، بس بيوصلها عن طريق المشاركة الموجودة مع الأطفال زيهم. والله هي اللجنة العليا للجان ما بتسيبش مناسبة في النادي الأهلي ما لازم تشارك الأطفال فيها، ولازم تخلي يروح مشاركة للأطفال كلها موجودة فيها. طبعا النهاردة عندنا مناسبة عيد الأضحى، فبنعرف الولاد إيه المفروض، إيه عيد الأضحى عبارة عن إيه، ومفروض إيه السنن بتاعته، وبنحاول نعلمهم على قد ما نقدر يبقى جزء ترفيهي وجزء ديني في نفس الوقت. اليوم بيبدأ بالأطفال بيسمعوا ندوة عن موضوع الأضحية من قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وبيحصل محاكاة بين الأطفال والشيخ اللي لجنة الطفل جايباه، وبعد كده هيبقى فيه ورشه للتلوين بعض الرسومات عن الخاصه بعيد الاضحى زي الخروف، البالونات، المظاهر عموما اللي هي المبهجه بتاعت عيد الاضحى. لا والله تفاعل الاطفال اكتر ما كنا متصورين، احنا عارفين اليومين دول صيام وحر، بس احنا من اول ما نزلنا اعلان الايفنت دوت الاطفال بسم الله ما شاء الله الايفنت اتملا وبقى اكتر كمان ما كنا متصورين، وشايفين الاطفال متفاعلين من الشيخ وبيجاوبوا. لا التفاعل كويس الحمد لله. كان حلو قوي، كنا ودونا الورق عشان نلون فيه، ودونا محاضره على الشيخ كان كويس جدا وبيدي معلومات مهمه، وهو اصلا يعني انا سمعت الصوت وكان عجبني، وهو دلوقتي بيكبر في حاجه حلوه وبيعلم الاطفال حاجه كويسه.